وسهلا، مرحبا بكم في قناه الاخوات الثلاث. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال السردين في الفران، احسن من المقلي. صحي بشرموله كتجي لذيذه بزاف، رافقته بشلاضه بمكونات بسيطه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. خليكم مع المقادير. بالنسبه للشرموله ديال السردين غادي نحتاجو البزار، الملح، كمون، تحميره او البابريكا، شويه ديال الهريسه هذه اختياريه، عصير ديال نص حامضه، والخل، وزيت نباتيه. غادي نحتاجو تقريبا 4 الفصوص ديال الثومه محكوكين ولا 5، القزبر والمعدنوس، وبطبيعه الحال السردين اللي كنقيوه مزيان. غادي ناخذ المقادير ونخلطوهم مزيان، من بعد غادي نضيفو السردين ونخليوه حتى يشرب ديك الشرموله. عاد غادي ناخذ الدقيق، هنا درت انايا الدقيق الاصفر، غادي نفند السردين فيه ونحطهم في الطاوله اللي كتدخل الفران، ونضيف شويه ديال زيت الزيتون من الفوق ونخليهم حتى يطيب. بالنسبه للشلاضه المرافقه، هنا خديت 4 الحبات ديال البطاطا، قطعتهم على شكل مربعات، وواحد خيزو قطعته دوائر، خليتهم حتى كيتسلقوا. من بعد ضفت عليهم الرز دغيا كيطيب، داكشي علاش خليته هو الاخير. بعد ما طابت البطاطا وخيزو غادي نضيف عليهم مطيشه مقطعه على شكل مربعات، وواحد نص بصله صغيره مشلضه، قزبر. بالنسبه للتوابل انا هنا درت الملحه والبزار والكمون وشوي ديال الخل. غادي نجمع هاد المكونات بزيت الزيتون، واللي بغى يدير المايونيز يديرو اختياري. خليكم مع تتمات الفيديو.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.